في تصريح خاص لمركز الأخبار أشار اللواء الركن حمد بن خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي المنسق العام لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع عضو اللجنة العليا رئيس اللجان الفرعية أشار إلى أن النجاح الكبير الذي حظي به معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019 جاء بفضل الرؤية الثاقبة للواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع في تعزيز مكانة مملكة البحرين في تنظيم واستضافة المعارض العسكرية وجعلها المحطة الأبرز في احتضان الملتقيات الدفاعية في منطقة الشرق الأوسط. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أرفع إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه خالص الشكر والامتنان على توجيهاته السديدة ورعايته لهذا الحدث الذي يقام على أرض مملكتنا الغالية. كما أشكر سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المتواصل، وأشكر سيدي صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على مساندته الدائمة في احتضان هذا الحدث. إن ما نشهده اليوم من نجاح كبير ومتميز لفعالية هذا المعرض وأعمال مؤتمر المصاحبة له على المستوى الإقليمي والدولي جاء بفضل من الله وفضل الجهود الكبيرة والرؤية الثاقبة لسيدي سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض والمؤتمر لتعزيز مكانة مملكة البحرين عالميا في تنظيم واستضافة المعارض العسكرية والمؤتمرات الأمنية، وكذلك لكي تكون البحرين المحطة الأبرز في احتضان الملتقيات الدفاعية والاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط. كما أن سعي سموه الدؤوب بتشجيع وتحفيز الطاقة الإبداعية لدى الشباب البحريني على مستوى المملكة جاء بمبادرة سموه بإطلاق جائزة ناصر بن حمد للابتكار العسكري لجميع منسوبي قوة دفاع البحرين والتعريف بها من خلال فعالية هذا المعرض لتمكين العسكريين من طرح بحوثهم العلمية والعملية لخدمة قوة الدفاع ومملكتنا الغالية. كما حرص سموه على استذكار شهداء الواجب في هذا الحدث عبر استعراض ما قدموه من تضحيات وطنية في هذه المنصة الإعلامية للمعرض واستضافة أبناء وعائلات الشهداء، جاء ذلك كمبادرة من سموه بالوفاء لأرواحهم الطاهرة بما قدموه. ويشرفني أن أرفع خالص التهاني والتبريكات على النجاح الكبير والمتميز لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بنسخته الثانية بايدك 2019، والذي فاق كل التوقعات وكان محط الأنظار في التسابق للمشاركة من كافة الدول بعد حصول المعرض بنسخته الأولى على جائزة أفضل معرض في الشرق الأوسط لعام 2017. كما يشرفني أن أرفع لسيدي سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي خالص التقدير والامتنان على هذا الإنجاز والحدث العالمي، وإلى كافة منسوبي قوة الدفاع. وفي هذه المناسبة أتقدم بالشكر إلى جميع اللجان التي ساهمت في إنجاح هذا المعرض المتميز، والشكر موصول إلى وزارة الإعلام التي قامت بدور جبار في هذا الحدث الذي أظهره بالتميز اللي احنا شفناه ولاحظناه.